طبعا احنا في كاشونة البيت، انا يعني من احلى شيء عندي في الحياة الاكل، فاليوم صراحة استمتعت بالاكل الطيب الشعبي ايضا البحريني والكويتي، شكرا لهم على هالدعوة والله يبارك لهم، مطعم طيب صراحة. موقع المطعم وايد حلو والأكل اللي قدمونه وايد حلو، نشكر لهم هذه الاستضافة اليوم والفالو متوفيق. الأجواء العامة جدا مريحة، الديكور بعد جدا جميل، يعني قاعدة تأخذ رونق وملمس يعني شعبي خالص. يعني المطعم جدا ممتاز، وايد مريح، القعدة فيها مريحة والأكل طيب. شيء طيب إنه يكون عندنا أكل لذيذ، أكل كويتي في البحرين. احنا نوعدهم ان شاء الله ان انتم اليوم في كاشونة البيت البحرين راح تاكلون الاكلة الكويتية من البيت الكويتي الاصلي، ان هذا بيتنا وانتم اهلنا، وراح نقدم لكم ان شاء الله الافضل في ما يخص الطبخة الكويتية الاصيلة. وما شاء الله يعني ديرة شرحة وهلها سمحين، ومثل ما يقولون حبابة الدنيا كلها فيها. اللي يميز كاشونة البحرين إن everything with a new branding we started from here. So البحرين لها السبق في أول منيو جديد. So الأكل حتى طريقة الطبخ والبهارات والبيكلز حتى الشاي كنت قاعد تشربه بالبيت، يعني طاعة أكل البيت على قولة الكويتيين. كونسبت أساساً مودرن خليجي بحت، أخذنا ما بين كلمات في أغاني خليجية اللي هي بحرينية وضفنا أبيات كويتية، بعدين سوينا فوكس إنه في الريسيبيز مالينا ناخذها من جدة كويتية أباً عن جد، علشان نثبت إن الأطباق اللي موجودة هني هي كويتية بحت.